عبلا منبهي فونداسيون سيديال شباب متسامح اتفاقية كتمثل المؤسسة الإسبانية سيديال بشراكة مع لايسيد. اتفاقية اشتغلنا فيها لأزيد من 4 سنوات في مدينة طنجة مدينة تطوان مضيق فنيدق والدار البيضاء. اشتغلنا على 4 أهداف أساسية. الأول هو التوعية والتحسيس بقيم التسامح، احترام الآخر رغم الاختلافات، محاربة العنف والوقاية من التطرف العنيف. اشتغلنا أيضا على الانتيغراسيون كومينوتير الإدماج المجتمعي لدى الشباب اترافيغ مبادرات وطنية، مبادرات اشتغلنا فيها في الأحياء أحياء الحافة المدينة، حي برشيفة، حي سيدي مومن، وفي تطوان في حي بوجراح وجامع مزواق ولا كومين دو مضيق فنيدق. الهدف الثاني اشتغلنا على الإدماج المهني لدى الشباب اترافيغ تكوينات مهنية ومن بعد الإدماج في سوق الشغل. اشتغلنا على الهدف الثالث اللي هو تحسين قدرات المجتمع المدني في كل ما يخص الوقاية من التطرف العنيف لدى الشباب. واشتغلنا على الهدف الرابع والاخير واللي هو لا ريشيرش ابليكي باش خرجنا من داكشي لي زوتي براتيك بور لو ترافاي افيك لي جون. حنا اليوم كنحتفلوا بالمؤتمر الاول للتطرف العنيف للتوعيه من التطرف العنيف. هذا المؤتمر هذا اللي هو نقولوا نتيج للمشروع كبير اللي هو مشروع شباب متسامح اللي قام على مجموعه ديال الاسس اهمها هو محاربه التطرف وتوعيه ديالو بين الشباب. خدمنا على هذا المشروع هذا على مدى 4 سنوات في كل مناطق الدار البيضاء، طنجة، تطوان ومضيق فنيدق. الأهداف الأساسية ديال المؤتمر اليوم هو تبادل الخبرات بين مجموعة ديال الخبراء اللي غادي يجيونا من مجموعة ديال الدول باش نحاولوا أننا نشوفوا بعض الحلول الناجعة اللي كانت في محاربة هذا التطرف العنيف لدى الشباب. فكنتمنى اليوم أن نخرجوا بمجموعة ديال التوصيات جديدة ومجموعة ديال الأمور اللي إيجابية باش نقدروا أننا نتوفقوا في أننا نشروا قيم التسامح والتعايش بين الشباب.